جايز كيفكن؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح خليها مفاجئة. طبعا يا جماعة في متابعة شكرا لها كتير قالت لي بالتعليقات انه ليه ما يعني لا تقولي فكرة الفيديو باول الفيديو، خلي كأنه مفاجئة عشان يعني انه طبعا هيك الفيديو اصلا لازم اقول شو موضوع الفيديو. ما عليكم اوكي. سو طبعا يا جماعه رح يكون هذا الفيديو بلعبه بي كي اكس تي ورح يكون كتير حلو. تمام هيك اوكي سو بس طبعا قبل ما نبلش اشتركوا بالقناه وحطوا لايك، ولا تنسوا يا جماعه ان السحب تبع بي كي اكس تي كتير قرب، سو اللي عليكم تشتركون وبس. وطبعا احبكم كتير كتير كتير، حطوا كمان لايك وطبعا اعشقكم. بس هلا خلي انه نبلش، هلا رح اقول فكره الفيديو. تمام اوكي سو طبعا يا جماعه اول شيء رح نجيب حيواني الاليف بامبلي او بامس اللي جديد بهذا التحديث يا جماعة. هذا الحيوان الجديد اللي أليف، هذا الحيوان الأليف اللي جديد باللعبة، يعني جديد باللعبة يا جماعة بهذا التحديث. اوكي سو يا رح ناخذ هذا الحيوان الأليف بعدين عشان ثواني، يعني عشان انه يا جماعة لازم انه اليوم رح نعتني فيه ونخليه يكبر ليفل اب 2، رح يوصل لليفل 2. واي ليفل يا جماعة وصلنا له؟ سو اوكي احس انه اذا رحت على برايفت سيرفر رح يكون احلى وما رح تصير اللعبة بتعلق اكثر. سو يا رح اسوي يا جماعة برايفت سيرفر. اوكي بدي اسوي يا جماعة لكل العالم فيزيت انفت اقصد، وبعدين عشان اهرب بعدين رح نروح على برايفت وورد. تمام اوكي يا جماعة. سو يا رح نجي هون على البرايفت وورلد. يس يا اوكي سو يب لك دخلونا خلاص. اوكي رح نضغط هلا على اوكي وخلص. هي احنا بسيرفر برايفت سيرفر ما فيها اشخاص ابدا، وهلا صارت اللعبة ما بتعلق كتير. اوكي سو طبعا يا جماعة انه اليوم رح نعتني بهذا الحيوان نخليه يكبر. اوكي سو اول شي لازم اني اروح والعب بالكريزي ران عشان انه هو رح يتعب ورح يصير بده يطلب مني اشياء عشان انا رح اوديه على اي شي هو بده. اوكي لك شلون عم يتمشى يا جماعة، كثير كيوت كثير كثير كيوت. على فكرة هذا يا جماعة الستايل تبع الشعرات تبعي، هذا الستايل الجديد اللي مرة بجنن. اوكي يعني هذا من جد واو. اوكي سو يا رح نروح على الكريزي هون عشان هون بدي اني العب شوية عشان انه هذا الحيوان رح يتعب كثير. على فكرة اقترحوا علي اسماء تبعه عن عشان اسميه لانه اسمه بامبس، فبدي اني غيره ما بعرف او شكله بخليه هيك بامبس مدري. يلا ناخده من فوق هيك. تمام هي اخذنا معنا بامبس. اوكي يلا رح تلحقني ورح تسمع كلامي. تمام يلا تعا اسوي لك هيك. يلا خلص كن كتير كتير قوي والحقني كتير منيح. تمام لا تضيع كمان. يلا كمان يلا بالي يا يلا هلا ليتس جو كثير سريع عشان انه يتعب هذا الحيوان. بدي انا الهدف من الكريزي رين هو انه يتعب هذا البامبس وخلص يطلب مني مثلا انه ينام او هيك انه هل بده حنان، هل بده شرب. فكر هلا بده يشرب ماي. شو رايكم نطلع او خلي يا جماعه نلعب شوي كريزي رن. كمان يعني هدف هالفيديو اني افرجيكم شلون تعتنون بحيوانكم، يعني اذا هو ما طلب منكم شغله روحوا العبوا كريزي رن ولا بيت براد ولا تجميع الفواكه. سو انتم يا جماعه سووا الشغله اللي بترتاحوا فيها وتحسوها سهله مره. سو اوكي ليتس جو اقصد يعني ليتس جو ما عليكم نفس الاشي. تمام اوكي موبايلي كمان معاي. اوكي مرة واو so let's go come on right in this way and also
I'm gonna kick this door and this door ما بتشتغل هاي هاي الباب and this door ah this is right door yeah هاي الباب الصح okay so رح ناخد معنا هاي الشغل boo okay yeah وشوفوا هلا ايش صار هلا حيواني الاليف وينه وينه بسم الله يمه وين حيواني الاليف وينه بسم الله معقول لساته ما وصل وينه حيواني اوه لكو هيا اوه شوفوا يا جماعه هلا صار ليفل اه لساته ليفل 1 كيف لا بده يكون ليفل 2 عشان اه فهمت انه اه كان also ما كان بول الليفل اللي صار ليفل 1 هلا رح يبلش انه يكبر تمام اوكي هلا بده انه يشرب رح نوديه على اقرب مكان عشان يشرب لانه مره عطشان فكثير كثير عطشان محتاج لمي فلهيك رح نوديه على البيت شوب قبل لا يموت من جد لازمه مي 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 لازمه كثير مي يا جماعه اه على فكره اليوم ما رح كبروا الليفل يعني ليفل ماكس ليفل لا اليوم رح كبروا يعني بس شويه عشان يعني كذا حبيت نسوي هذا الفيديو عشان حيوان اليف جديد بدي اني اعتني فيه كمان افرجيلكم شلون تعتنون بحيواناتكم الاليفه وكذا اشياء وكيف لازم تعاملون حيواناتكم الاليفه الجديده اوكي عم بحكي هيك بس انا من جد ما عم بعتني بحيواناتي اخر حيوانين اعتنيت فيهم هن جيكو وكيكو يعني اخر واحد هو جيكو تمام جيكو اليونيكورن المفضل تبعي بس هذا بيمس كمان رح يصير ثالث حيوان مفضل لإلي بس I don't think that because I mean إنه the first animal or the first pet that I got is Kiko so I will not I will never يعني ما رح أبدا ما رح أعوضه بشغلة يعني Kiko is the first pet that I got is the first legendary pet that I got this I can't also يعني أوه بسبتمبر يا جماعة حصلت عليه تخيلوا أنت سبتمبر يا انه او ماي جاد جايز رح سوي على فكره عيد ميلاد لا تبع ايش تمام وينه هابي جايز لا تنسوا عيد ميلاد هابي بالشهر الجاي يوم 9 كتير قرب عيد ميلاد هابي رح اسوي عيد ميلاد باللعبه ورح اجيب كل متابعين ورح نلبس ملابس حفله وكذا اشياء ونسوي هيك نرقص اشياء او ماي جاد رح نسوي له هيك كيكه وفيديو كتير بيجنن يا جماعه فيديو سبيشال هابي رح احاول اني اجيب صور تبع الذكريات تبعي مع هابي لانه عن جد عندي كتير ذكريات معه يعني اول ما بلشت اللعبه هذا اول حيوان احصل عليه عن جد اوكي صوت وانا هلا خلص اعتنيت بيه هلا ليفل 1 لساته رح نعتني بيها هلا مره ثانيه كمان بس شويه عشان نختم هذا الفيديو جايز يعني يا جماعه هذا الفيديو خبر يعني الاهم بهذا الفيديو هو اني خبرتكم امتى عيد ميلاد حيواني الاليف هابي عيد ميلاده الشهر الجاي يوم 9 يا كثير قرب يا احنا هلا بشهر يونيو فهو عيد ميلاده في يوليوز ويا عيد ميلاده هو في شهر يوليوز يوم 9 كثير حماس رح احاول اني اتذكر احطه بالمذكره تعرفون ايش مذكره تحطون فيها كذا عيد ميلاد اصدقائكم صح وكذا يعني المواعيد وكذا سو انا احط يا جماعه كمان عيد ميلاد حيواني هابي لانه من جد ما حطيته اوكي بعدين كمان بسبتمبر وكذا رح سوي عيد ميلاد لكل الحيوانات اه لا مو الكل لا I don't think that يعني ما بعرف اوه هيو يا جماعة طبعا اشتغلت بس عشان انه يصير بده شغلة سوالي رح نوديه عشان يستحم بعدين رح نختم الفيديو تبع اليوم لانه خلص صاير هيك عم يكبر سو ما بدي الفيديو يجي كتير طويل وممل زي ما في هيك تعليقات اذا سويت الفيديو طويل بيقول لي انه ما بدنا نتنمر ما بدنا نقول اي شيء بس انه الفيديو كتير طويل وممل سو يا انا لهيك بدي نسوي هذا الفيديو يعني كذا خفيف ظريف كمان هيكم عرفتوا عيد ميلاده امتى تبع لهابي او ماي جاد يا جماعه عيد ميلاده من جد هلا افكر رح اسوي له اشياء كتير بتجنن ان شاء الله اكيد اوه هيو هابي 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 كتير كتير مره تخيلوا ابيعه نو اوكي I'm just kidding also يا رب كمان بيكي اكس دي تبعت لي مسج يوم تبع عيد ميلاده اوه
شفتوا يا جماعة إذا اعتنيتوا بحيوانكم الأليف رح يعطيكم ستيكر جديد. يا اوكي صح، هلا رح نختم الفيديو. اوكي اوكي طبعا يا جماعة هذا كان هو الفيديو، يعني انه هلا اعتنوا كتير بالحيوان الأليف رح يعطيكم ستيكر، وكمان رح يكبر حيوانكم الأليف ويصير يعني أغلى، لأنه كل ما كبر الحيوان كل ما بيصير الثمن تبعه أغلى، وبتقدروا بعدين إنكم تبيعوه عشان إنه إذا كنتم محتاجين مصاري، فهمتوا شلون؟ انكم تشتغلون وتربوهم عشان بعدين تبيعوهم من هذا المكان. طبعا اوريدي سويت فيديو عن كيف بدكم تبيعوا حيوانكم الاليف وبيعطيكم بالمقابل مصاري. ها اوكي بس طبعا اتمنى عجبكم الفيديو، اشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وبس طبعا كمان حطوا لايك طبعا. اوكي اشتركوا، بحبكم كثير وباي.